شو اللي خلاني استثمر بوايز؟ كنت ابي استثمر، واغلبيه الناس ترى بالاخص الدكاتره ترى ما عندهم اي خبره بالاستثمارات. فلقيت وايز بلاتفورم سهل اني اقدر ادخل من خلال الاسواق العالميه من غير ما يكون عندي اي خبره بهالاشياء هذه. من احلى الاشياء اللي مروا علي بوايز هو الاكسبيرينس مال التسجيل. اذكر من قبل فتره، من قبل سنه اول ما دخلت وايز سويت السيرفي واي لاف ات. يعني السيرفي علمني انا اشياء اكثر ما على البنك عن نفسي، فتعلمت اشياء مثل شنو مدى الريسك اللي انا ممكن اخذه. يعني صدمت من اجوبه نفسي صراحه، فهذا الاكسبيرينس بحد ذاته مال التسجيل كان ممتع بالنسبه لي. فوق هذا لقيت السيرفيس او خدمه العملاء بعد التسجيل وبعد الاستثمار هذا فوق الممتازه. اي سؤال كان عندي كان سهل الجواب عنده، فيري ابروتشبل، يا سواء تليفون او بتكست، سواء كانت مع الاخت حنان الاشوك ولا دعاء التركيت كانت مزورة حسابي. من هالناحية هذه كلش نهائيا يعني ما تأذيت بأجوبة حق أسئلة، وهذا اللي كنت أبيه صراحة. أنا أول ما دخلت وايز كان في بدايته، فما كان حتى انكلودد بالابلكيشن مال الخليج، فكنت أتابع من خلال علموني على ابلكيشن ثانية وكذي. بس من صار ودخل الوايز في ابلكيشن خليج سهل الأمور وايد، صار كله أندر وان ابلكيشن، وأدخل وأشوف on a weekly basis إيش كثر قاعد يتغير السوق. يمكن جوابي على سؤالك راح يكون غريب، وهو الادكيشن. تعلمت اشياء وايد شلون الاسواق العالميه، شنو يتاثر بهذا، شنو كذي، شنو يرفع الاشياء، شنو ينزلها. فعلا اكثر شيء استفدت منه وهو دخولي عالم الاستثمار، وبديت شوي افهم لغتكم. ستيل ان شاء الله في اشياء ثانيه راح تزيد علي بالمستقبل، بس مثل ما قلت اللغه هذه اللي كنت اجهلها صرت اتكلم فيها. يمكن من اجمل الاشياء اللي صارت لي مع وايز اللي لما دعوني احضر ميد اووردز في دبي، كانت ليله ممتعه جدا. واللي احلى من هذا كله كان اني عرفت الانفستمنت جروب او جروب وايز اون ا بيرسونال ليفل. هذا خلاني يعني اشوف الناس اللي مسؤولين عن استثماراتي وكذي دايركتلي. اي واحد عنده انترست لو بسيط في الاستثمار ويجهل طريقه الاستثمارات، شلون الاشياء او شلون الاسواق العالميه تدخلها، اعتقد انه وايز كان ممتاز للبدايه فيه. فاي واحد ممكن يبي يستثمر بهالمجال هذا، وايز بي ا جريت بليس تو ستارت.